كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم بعد العراق خلال حرب 73. شاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن للمشاة الميكانيكي بمشاركة 2115 جندي و 812 صف ضابط و 192 ضابطا جزائريا. أمدت الجزائر مصر ب 96 دبابة و 32 آلية مجنزرة و 12 مدفع ميدان و 16 مدفع مضاد للطيران وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 وسوخوي 7. ستحدثنا عن ذلك. الأهم من ذلك ديفيد ألي عازر رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أقلته جولدا مائير بسبب القصور أو تهمة القصور يقول معترفا: إن ما حدث لقواتنا في ميدان الأدبية كان نتيجة في ميناء الأدبية كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور، هو الذي يقول رئيس الأركان، أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ فخسرنا في يوم واحد 900 شخص جندي وضابط من أفضل رجالنا وفقدنا 172 دبابة. يبدو ما كان بيعرف شارون الجزائريين ونضالهم وقوتهم، ويجب أن ننصفها في هذه طبعًا الحلقة لكي لا نقول طبعًا فقط الجيش المصري والجيش السوري. لا 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 لا. مثلا المؤرخ والكاتب الإسرائيلي شفتاي تيبت، أمل أن أكون قد لفظت الاسم بشكل صحيح، الذي منع كتابه من النشر لربع قرن لأنه كشف عما يعتبره جبن أريال شارون خصوصا في المعركة ضد الجيش الإسرائيلي في ميناء الأدبية المصرية، يقول: لم يكن في القرية سوى أطفال وعزل، وكان شارون يصرح: أريد أن ترتج السماء والأرض، وأريدكم أن تبيدوهم كالفئران، وأريدكم أن تقتلوا الأسرى وتنكلوا بالجثث. اندفعنا بقوة صوب الأدبية، تسبقنا قذائف دباباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الجبهات. كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أننا سقطنا في حق الألغام. كانت أصوات الله أكبر تأتينا من كل حدب وصوب، وقعنا في فخ الجيش الجزائري، شلت أيدينا وعقولنا ولم نتمكن من إطلاق قذيفة واحدة. الجيوش العربية سيادة اللواء كان لها دور كبير فعلا. احنا بعد 67 مباشرة القوات الجوية تكاد تكون اتضربت أغلبها أو 90% منها، فكنا محتاجين طيارات على وجه السرعة. الجزائر أمدتنا باثنين لواء جزائري، طيارات جزائري اللي احنا ضربنا بيها يوم 14 و15 يوليو 67 بعد حرب 67 ب34 يوم. وفي اللحظه دي كان فريق مدكور ابو العز كان هو قائد القوات الجويه، انسحبت القوات الاسرائيليه حتى خط العريش، لكن ما كانش عندنا القوات البريه التي تملا هذا الفراغ في سيناء. انا اؤكد لك سياده اللواء، لو حصلت حرب غدا الجزائري لم يتغير، سيساند. ايوه. لم تكن تل أبيب تدرك بعد أن هذا الحشد الجزائري سيكون له الأثر الحاسم في كتابة أسود مشهد في تاريخ الكيان الصهيوني. كان دافيد ألي عازر رئيس الأركان الصهيوني شاهداً على أول هزيمة لكيانه، وكان أيضاً كبش فداء المؤسسة العسكرية بعد أن اتهم بالقصور والتردد. قررت رئيسة وزراء الكيان جولدا مائير إقالة ألي عازر ومحاصرته. كتب ألي عازر بتاريخ 29 أكتوبر 73: لست مسؤولاً عن هزيمة صنعها قادة إسرائيل الأغبياء، استهانوا بالقوات العربية المحتشدة على الجبهتين الشمالية والجنوبية. ما حدث لقواتنا في ميناء الأدبية كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ فخسرنا في يوم واحد 900 قتيل من أفضل رجالنا وفقدنا 172 دبابة. حينما سئل ديان عن قراره وخطة الهجوم على الأدبية أجاب:
المصريون خدعونا وجعلونا نعتقد أن ميناء الأدبية غير محصن، كلفوا الجزائريين بمهمة حمايته، كانت كل المعطيات والتحليلات تدل على أن الجزائريين لا يملكون أسلحة قادرة على عرقلة العملية، وكنا قد جمعنا معلومات أخرى تشير إلى وجود حالة تذمر وانشقاق داخل تلك القوات بسبب عدم سماح المصريين لهم بالمشاركة في الهجوم على سيناء. وهنا أمرت اللواء مدرع 178 بقيادة الجنرال شارون بمهاجمة الميناء والاستيلاء عليه بسرعة. عكس تعليقات ديان والقيادة العسكرية في تل أبيب، كان الجزائريون على أهبة الحر في انتظار الفريسة. تصدت مضادات جزائرية متطورة للطائرات الأمريكية وأمطرتها بعشرات الصواريخ، فأسقطت واحدة وأصابت اثنتين أخريين، نجحتا فيما بعد في الهبوط على أحد مطارات النقب، ولم تمر خمس دقائق أخرى حتى وصلت رسالة ثانية إلى ديان. المدفعية الثقيلة للجزائريين تطلق النيران بكثافة على مواقعنا، لقد وقعنا في فخ خطير. النجدة. في غمرة خيبته كتب ديان إلى القيادة المركزية: العدو نجح في استدراجنا بخبث لم نعهده في حروبنا السابقة معه، إنها كارثة على وشك الحدوث. حاول ديان الاتصال بالجنرال شارون ليوقف الهجوم، ولكنه رفض. في تلك الأثناء كانت هيئة الأركان الأمريكية على وقع الصدمة، هي أول مرة في تاريخ الحروب الأمريكية يخسر فيها الأسطول الجوي الأمريكي واحدة من طائراته العملاقة الست C-5 جالاكسي. كتب الأدميرال توماس مورير عضو هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أثناء حرب أكتوبر في مذكراته: إصابة C-5 جالاكسي أصابت هيئة الأركان بالفزع، ولولا العناية الإلهية لفقدنا اثنتين أخريين. بلغ الإحباط مداه حينما أعلن الرئيس نيكسون حالة الطوارئ داخل مقر قيادة الهيئة، طالبا تقديم تفسير مناسب لتلك الخسارة الفادحة، ولم يكن قادة الأركان الأمريكيون يملكون أي تفصيلات أخرى باستثناء عبارات عاطفية وصلتهم من تل أبيب تتحدث عن سوء تقدير. في صباح اليوم الثاني 9 أكتوبر 73 وصل تقرير على مكتب نيكسون ذكر فيه أن السوفييت زودوا الجزائريين بصواريخ حديثة كانت سببا مباشرا في فشل عملية الإنزال في منطقة السويس. لكن المفاجأة التي أخفاها شارون عن تل أبيب وواشنطن بعد تحليل حطام الطائرة هي أن الطائرة أصيبت بصاروخ سام عادي استوردته الجزائر من موسكو عام 72. تسببت القوة الجزائرية في كارثة حقيقية في أوساط الجيش الإسرائيلي، تحدث عنها موشي ديان بالأرقام: 900 قتيل و172 مركبة محطمة. المؤرخ والكاتب الصهيوني شفتاي تييت يتحدث عام 2000 في كتابه يوم الغفران الممنوع من النشر:
في هذا اليوم الأسود شارون كان يسير باتجاه الأدبية منتشيا ولم يستطع إخفاء أحلامه الشاذة في المجد والخلود، فقال لي: سنبيد هذه الحشرات في لحظات. وأمرني والجنود بتدمير كل شيء حي على الأرض وقتل أي أسير والتنكيل بالجثث. صرخ شارون في الجميع عبر مكبر الصوت: على بعد أمتار ينتظركم المجد، أبيدوا هذه الفئران الجبانة، علموا العالم كيف يتعامل مع هذه الحثالة، لا تتركوا بيتا واحدا في الجزائر إلا متوشحا السواد، من الآن استعدوا لبناء أمجاد إسرائيل. يواصل تيت كشف أسرار هذه المعركة قائلا: اندفعنا بقوة صوب الأدبية تسبقنا قذائف دباباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الجهات. كانت أصوات الأعداء تأتي من كل اتجاهات، يقولون قولتهم الشهيرة: الله أكبر، وهم يمطروننا بصواريخ RPG. لقد كانوا قريبين جدا، ولم تمر دقائق حتى دمر اللواء المدرع بأكمله. لم تصمت قوة المظليين لأكثر من 30 دقيقة، أبيدت عن آخرها. نتائج معركة الأدبية صنعت درعا واقيا لانتصار 10 من رمضان، وشكلت منها القوات الجزائرية حائطا فولاذيا تحطمت تحته الجحافل الصهيونية والأمريكية. المؤرخ والكاتب الصهيوني شفتاي تيت كان أول من تحدث داخل الكيان الغاضب عن تفاصيل معركة الأدبية، أو كما يسميها القادة العسكريون الثغرة الأولى، وكان أول من كشف حقيقة أرييل شارون أمام الشعب الإسرائيلي. معركة الأدبية، وبالرغم من كونها واحدة من أشرس معارك حرب أكتوبر، إلا أنها لم تكن آخر المواجهات المباشرة بين الجزائريين والصهاينة، بل كانت سبباً مباشراً في توجيه دفة الحرب تجاه مواقع القوات الجزائرية. كان لهذه المعركة بعد كوني آخر كاد أن يشعل فتيل حرب نووية في المنطقة. بعد الخسائر المهولة للجيش الإسرائيلي في الأدبية، فات استخدام السلاح النووي في المعركة مطروحا على الطاولة. تسببت الهزيمة الثقيلة التي منيت بها أمريكا وإسرائيل في ميناء الأدبية بمدينة سويس في تصاعد وتيرة الحرب بشكل أوحى لكل الأطراف المتحاربة بأن الحرب النووية على الأبواب. وفي اللحظات الأخيرة تراجع الجميع عن قرارات الهجوم بأسلحة الدمار الشامل بعد فشل الجبهتين المتقاتلتين في تحديد هوية ونتيجة الحسم. وحوش، شياطين، سحرة، هذه بعض الأوصاف التي أطلقها الصهاينة على الجزائريين في ثاني مواجهة عسكرية معهم، معركة الزيتية أو معركة الأيادي. يروي شفتاي تيت تفاصيل فرار شارون من القوة الجزائرية بعد هزيمته في الأدبية. تيت أدلى يومها بشهادته تلك أمام لجنة التحقيق أجرانات. لقد خدمت مع الجنرال شارون 5 سنوات، فلم أرى سوى شخص مجنون مصاب بعدة أمراض نفسية خطيرة،
وحينما علمت أن القيادة كلفته من جديد بقيادة هجومي الزيتية أدركت أن ثمة خطأ. ما حصل في غرفة القيادة؟ المؤلفان الصهيونيان روني بيرجمان وجيل ماستر يكشفان في كتابهما حرب يوم الغفران لحظة الحقيقة عن وثائق سرية من أرشيف هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تفضح جزءا مما حدث في معركة الزيتية. وفي الفصل الثالث من الكتاب تحت عنوان الزيتية بئر الموت يستهل الكاتبان بالقول. أحد الجنود المشاركين في هجوم الزيتي الفاشل قال لنا: لم نكن نحارب بشرا بل شياطين تظهر وتختفي، قذائفنا لا تصل إليهم ونيرانهم تحرق كل شيء، لم نرى عدونا لكنه كان يرانا بوضوح. كانت القوات الخاصة في هذه المعركة مشكلة من الكتيبتين 145 ساعقة مصرية وكتيبة ساعقة جزائرية، اتجهت إلى مفرق عتاقة وهي نفس النقطة التي قرر الإسرائيليون استخدامها لتقسيم القوات المتجهة للأدبية والزيتية. وهنا التقى الجمعان ليوقع صفحة سوداء في تاريخ العسكرية الإسرائيلية، حيث لم يسبق أن خسرت إسرائيل قرابة اللوائين مدرعين ومئات القتلى و300 أسير في معركة واحدة، كما لم يسبق للعرب النجاح في التنسيق القتالي لهذا الحد. ففي مفاوضات تبادل الأسرى كان هناك 80 أسيرا إسرائيليا لدى القوات الجزائرية، ورفضت القيادات الجزائرية تسليمهم بالنظر إلى أننا ليس لدينا أسرى منهم. وبعد مفاوضات استمرت يومين أصر الجزائريون على مقايضة الأسير ب10 أسرى على نفس الرتبة العسكرية، ولم يكن أمامنا خيار آخر.